شلونكم شباب بيس اكس وياكم واخيرا اليوم نزل تحديث مال iOS 11.1 بيتا 2 اللي هو تجريبي. صراحة التحديث يعني واخيرا النظام قام يشتغل شوية بصورة صحيحة، لان كان قبل كليته مشاكل واخطاء. لان صراحة بالآيوز 11.0.1 او 0.2 كان في اخفاق، مو هالتصليح القوي، كان هواي بي مشاكل و يعني الجهاز ما تقدر تستخدمه من المشاكل، وهواي ياخذ من الباتري وهواي وال 3 دي تاتش انشالت تقريبا. هاي الشغلات مال 3 دي تاتش نصها ما قامت تشتغل عدل. هسه بالتحديث البيتا اللي هو بيتا 2 هواية مشاكل صراحة، والجهاز صار أسرع. يعني أنا بالنسبة لي دا أستخدمه بأجهزتي الجهاز الشخصي، لأن يعني تحديث صدق يسوى. صح هو تجريبي بس دا يشتغل بصورة صحيحة وبدون أي مشاكل، لحد هسه ما شفت أي مشكلة. ومن ضمنها بالتحديث الجديد رجعوا 3D Touch مال المالتي تاسكينج اللي هي طلع بيها البرامج، فشي كلش كان حلو بالآيوس 10 بس انشال بالدعش، وهسه رجعوا وطريقة بعد أحلى. فما شوف أنا دا استخدم 3D Touch، ها وحطوا ايموجيات هواية وبعدهم دا يحطون. حاليا هاي الايموجيز الموجودة الجديدة، ثم نشوف هذا وجه متعصب عليه كلمات، وجه عبارة خبل هاي حاليا. وبعد حيضيفون اشكال هواية، اشكال ديناصور، اشكال هواية حيضيفون بعد. واحدة من المشاكل اللي صلحوها مثلا هاي كانت كلش اضوج، منها من يطلع طلع الريبلاي كان يعلق، بس حاليا شبه صح بي جلتش بس شبه صلح شوية. الانيميشن مالته كلش تعيس بس شوية احسن، والجهاز حاليا يعني شبه كلش سريع. iOS 11.1 الجهاز صار صعب هواية، الكاميرا تشتغل مضبوط بدون أي مشاكل، والجهاز قام يشغل بالفيديو ما يحمى مثل قبل، لأن بالآيوس 11 من حدثناه قام ما أعرف ليش الجهاز يقوم يحمى. وحاليا هسه البيتا 2 كلها بس تصليحات مو أكثر، يعني بيضيفون ايموجيات جديدة بس على أكثر تصليحات. نصيحة، حدثوا اللي ما يعرف شلون يحط لي بالكومنت وأدز له اللينك حتى يحدث البيتا إذا يريد، ولو يعني هي شوية خطأ السالفة، يعني ممكن جهازك يصير بيه مشكلة أو يعلق أو هاي بنص تطالع أو يعني طالع ومحتاجه ويعلق وهاي، لأن بيتا. بس انا حاليا دا اشوف كل شيء ما بي اي مشكله، والجهاز دا يشتغل كل زين. هذا 7 بلس ايفون 7 بلس ما تشوفون، و يعني دا يشتغل بكل سريع، لان كان الاي او اس 11.0.1 او 2 كلش بطيء بيه، بس حاليا دا يشتغل كل زين بالبوينت 1. اعتقد حسب اللي فهمته بعد 20 او 15 يوم حينزل اللي هو الببليك بيتا، الببليك اللي هو حيجي لكل الاجهزة، يعني ما يحتاج لك لا حساب ديفلوبر او شيء، بعد 15 او 20 يوم حسب اللي فهمت. ولو حاليا من دون اي مشاكل بدي اشوفه كلش حلو البيتا، اول بيتا يمكن ينزل من دون اي مشاكل. وكان وياكم بيتس اكس بالريفيو مال iOS 11.1.